النشرة الجوية تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الأحد، وحسب مصلحة الأرصاد الجوية عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية مع سماء ملبدة على السواحل الوسطى، سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بالسواحل الشرقية، حتى المناطق الداخلية الشرقية نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء ابن عباس ورقلة، بعد السحب العابرة أيضا اتجاه عين صالح حتى على مرتفعات الهجر والتاسيلي، أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي اتجاه الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي، درجات الحراره تعود تنخفض 16 درجه على تبسة وهي الدرجه الدنيا اذا لصبيحه الاحد، 18 درجه على عنابه، 21 درجه فقط بالعاصمه ووهران، 18 درجه على البيض، 22 درجه على بني عباس، 25 درجه بادرار، 28 درجه على عين صالح، 24 درجه اتجاه تامن راست وجانيت، 27 درجه بالجنوب الشرقي على اليزي، والدرجه القصوى لصبيحه الاحد 29 درجه على عين جزه. من مره نشوفوا الوضعيه الجويه المتوقعه اذا لظهيره الأحد، أجواء مستقرة مع عودة درجات الحرارة إلى معدلتها الفصلية، أمطار تهملنا إذن السواحل الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية مع سماء من صافية إلى مغشى جزئيا على السواحل الوسطى، أجواء مستقرة تماما بالسواحل الغربية بعد السحب العابرة على شمال الصحراء حتى على ورقلة اتجاه عين صالح، بعد السحب العابرة أيضا بمرتفعات الهجار والتاسيلي، أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى على أدرار والجنوب الشرقي، درجات الحرارة تنخفض 28 درجة فقط على عنابة، 30 درجة على سطيف، 27 درجة بالعاصمة وتبسة وهي الدرجة الدنيا لظهيرة الأحد، 31 درجة على وهران، 42 درجة على ورقلة وإليزي، 36 درجة على بني عباس، 42 درجة على أدرار، 37 درجة على تامن راست، 43 درجة بعين قزام، 38 درجة على جانيت، والدرجة القصوى لظهيرة الأحد توصل حتى 44 درجة نسجلها على عين صالح. مرة نشوف الملاحة وأحوال البحر، البحر إذن سوف يكون قليل الاضطراب على الواجهة الشرقية، وسرعة الرياح توصل حتى 25 كيلومتر في الساعة هائج بالواجهة الوسطى، سرعة الرياح توصل حتى 40 كيلومتر في الساعة، قليل الاضطراب على شلف وتلمسان وما تتعداش سرعة الرياح 15 كيلومتر في الساعة. نمر نشوفوا الحال كيفاش راح يكون في الأيام القادمة، نهار 2 ونهار 3. يوم الاثنين سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية، أجواء مستقرة تماما على شمال الصحراء بعد السحب العابرة على بني عباس، أجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي، وبعد السحب العابرة على عين قزام درجات الحارة 30 درجة على عنبة، 33 درجة على تبسة، 39 درجة بغرداية ووهران، 33 درجة على الجنوب الغربي، 42 درجة بإليزي أدرار وعين قزام، الدرجة القصوى إذا ليوم الاثنين توصل حتى 45 درجة بعين صالح، والدرجة الدنيا 28 درجة نسجلها بالعاصمة. نشوفوا نهار 3 إن شاء الله كيفاش راح يكون الحال. سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي الوسطى إذا حتى الشرقية، أمطار على السواحل الغربية بعد السحب العابرة اتجاه غردية، أمطار رعدية بالمناطق الداخلية الشرقية بعد السحب العابرة اتجاه الجنوب الغربي، أجواء مستقرة تماما بالصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري، درجات الحرارة راح تنخفض 28 درجة على عنابة، 27 درجة بالعاصمة، 28 درجة على وهران، 38 درجة على غردية، 35 درجة على بني عباس، 34 درجة على الجنوب الغربي، 43 درجة على إليزي، والدرجة القصوى ليوم الثلاثاء توصل 44 درجة نسجلها بعين صالح. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس 6:33 دقيقة، الغروب 6:51 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو والبيئة عليكم إلى التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختام نشرة الجوية، في أمان الله.